بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا بشكر إدارة جامعة قناة السويس وكلية هندسة قناة السويس، وأنا يعني أشعر يعني أكون فخورا بإن أنا أكون موجود هنا في ضمن هذا المؤتمر، في عدد هذا المؤتمر، وأنا برضه يعني من أعراض الناس اللي أنا خريج جامعة قناة السويس عام 1994 كورس عندي. بسم الله. ومتشرف ان انا اكون موجود في هذا الحرم الجامعي هنا. معلش طبعا ما شاء الله يعني الهندسه المدنيه محترمه وفيها دسمه جدا جدا في المؤتمر ده، يعني انا حقيقي استفاده كبيره جدا من الدكتور عادل، حقيقي حاجه محترمه قوي، وما شاء الله الاختيار نفسه بتاع الجامعه اختيار جميع المشروعات الكبيره اللي فوق الارض وبرضه المشروعات الكبيره اللي تحت الارض اللي هي هستاذنكم ان انا فضوء الموضوع اللي انا اخترته ده بعد اذنكم، يعني اختار هذا الموضوع نابع من ان ده فتح لجزء كبير قوي في سوق العمل المحلي في مصر. مشروعات جديده اول مره يعتمد على الشركات الوطنيه والشركات المصريه 100% في تنفيذ هذه المشروعات. وهستاذنكم بقى في العرض بتاع اخترت موضوع المشروع النهارده ان شاء الله مشروعات الانفاق في مصر عموما، ان مشروع الانفاق في مصر يتقسم لنوعين من الانفاق. نوع منطقه تحت قناه السويس، ودي موجوده لنوع من عمل مشروعات تنمويه جوه محور قناه السويس، سواء في شركة تفريعه او تطوير منطقه سينا. اول حاجه مشروعات تنمويه محور قناه السويس الانفاق، ودي اتعمل فيها خمس مشاريع انشئت في الفتره اللي فاتت دي، مشروعين في بورسعيد، مشروعين في الاسماعيليه، او اسف نافعين في بورسعيد نافعين في الاسماعيليه، نفع ازدواج للشهير احمد حمدي، نفع السويس. الموضوع الثاني هنتكلم فيه مشروعات نجم الانفاق في القاهره. اول حاجه هنتكلم فيه مشروعات زي ما وضحت كده، انفاق الاسماعيليه، انفاق بورسعيد، انفاق السويس. صاحب هذا المشروع الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه المطول العام للخمس مشروعات للخمس انفاق دول لدين الشركات الوطنيه بتروجيت مقاولين العرب وراسكم كونكور بيشتغل في نحو لو احنا بصينا كده، انا اخترت مشروع الاسماعيليه لان احنا في منطقه الاسماعيليه، فيجب ان انا اتكلم عن مشروع الاسماعيليه اكثر شويه. مشروع الاسماعيليه هو يعتبر اطول نفقين، النفق طوله حوالي 5 كيلو 4 كيلو 820 متر بالظبط، حفر نفق فقط بالاضافه للمدخل والمخرج. وهو بيعمل كروسنج مع النفقين مع قناتين السويس، قناه السويس الجديده والتانية، وده زي ما انتم شايفين حاجه في السوق. الخط ده زي ما قلت لحضرتك النفقين طوله 4 كيلو 830 متر بحفر نفق فقط بالاضافه للمخرج والمدخل اللي يعد حوالي كيلو او 990 متر بالظبط. عشان نحس بصعوبه النفق ده او نشوف شكله شكله ايه، وزن الحلقه بس الحلقه دي اللي عرضها 2 متر وانا بعمل 5 كيلو وزنها يوصل ل 120 جرام. عرض الحلقه 2 متر، سمك الخرساني الحلقه الخرسانيه 60 سم، حجم الحلقه حوالي 46 متر مكعب. الحلقه الواحده عباره عن 9 اجزاء سيجمنت وهنشوفها تفصيلات في اللي جاي. ده شكل المدخل والمخرج بتاع انفاق قناه السويس في الاسماعيليه. ودي الداده الاساسيه بتاعت الدنيا. ده شكل البروفايل، شكل السويل اللي انا ماشي فيها بالحفر المدخل الحفر النفقي اللي فيها جزء ساند سويل وفي جزء ليه. ومن ضمن اصعب الحاجات الصعبه قوي في اللي بتقابلنا في الحفر النفقي هو طبقات الكليه. بتبقى صعبه جدا في الحفر فيها لانها بتبقى بتعمل مشاكل كبيره جدا مع الكتر هيد او مقدمه المكنه او الكتر رايس كده بتاعت المكنه. النفقين عباره عن اثنين تيوب بهذا الشكل بحيث ان يبقى في اتجاه للسيارات اتجاه من غرب القناة لشرق القناة، واتجاه المعاكس من شرق القناة لغرب القناة.
عشان ننفذ النفق ده لازم يبقى فيه امرجنسي بلان، لان لا قدر الله لو حصل حادثه جوه النفق لابد ان يكون فيه حراك سريع والناس تتحرك فيها، فبتعمل بالشكل ده حاجه اسمها كلوز باسج، معابر عرضيه كل كيلو معبر عرضي. عاوز ارجع للسلايد اللي فات ده، النفق شكله على الحرف شكل دبليو، وده في تصميمه ليه مبنى معين عشان يقدر يجمع اي ميه سواء من الشرق او من الغرب، يجمع في اللوست بوينت النقطتين اللي هم تحت كل قناه نقطه، بحيث ان يبقى في غرفه بمبات تسحب هذه الميه فيما بعد السيرفيس على الطنل وتخرج الميه. تأكيدا على اللي قاله الباشمهندس عادل في مجال الخرسانه والهاي برفورمانس كونكريت واللي حصل تطور فيها في مصر الفتره اللي فاتت دي، بالفعل احنا لازم نبقى ندور على خرسانه هاي برفورمانس بحيث ان هي تتحمل الاعمار المشاريع اللي احنا بنتكلم في التصميم لغايه 120 سنه للمشروع. وده لسته صغيره كده للماتيريال اللي احنا بنعمل عليها اختبارات سواء عمليه تسليح او اعمال الرمل والكومباكشن، خرسانه الفريش كونكريت والكونكريت والرمل والاجت عموما في جميع انواع. ده هيستوجرام صغير كده يوضح شكل حجم العماله في هذا المشروع اللي وصل فيه العماله لحوالي 2540 عامل في اليوم وكلين شغالين خلال 24 ساعه. اي مشروع لازم بيبتدي الاول بتجهيزات الموقع بتاعتي، ببدا اجهز المكاتب، وده شكل تصور للمكاتب. بعد كده بقسم النفق بتاعي المدخل والمخرج، واقسم المدخل بتاعي بعمل له بوكسات عشان اقدر اعمل الانشطه بتاعتها سواء الحفر سواء الخرسانه العاديه سواء البرفامول واللي احنا هنقوله فيما بعد. دي حجم وكميات، بس مش عاوز ادوش في الاول لان يعني المحاضره فاتت كانت دسمه قوي، مش عاوز اشغل بالكم بالارقام. دي كانت كميات سواء الاعمال التحريك التربه اللي وصل لحوالي 600,000 متر مكعب، والجاي بول الحوائط الارشاديه ده عشان نعمل البرفامول اللي وصلت ل 1500. ارقام كبيره قوي، ودي من ضمن المشاريع اللي بيبقى لها يعني فتل تاني مع حجم الكميات اللي شغل. ده صوره كده شكل بعد المجرد ده بعد المدخل وتقسيمه كبوكسات، وده شكل نهائي للمدخل قبل ما اشتغل بالمكنه. هرجع كده الانشطه براحتنا واحده واحده كده، ازاي عملت المدخل اللي احنا شفته من شويه. اول حاجه ببدا احفر واجهز لمكان الباجور. ببدا اعمل بعد كده الجيل بول، الجيل بول ده عباره عن كاميرتين خرسانه بتعمل لي يعني زي كاميرا ارشاديه ازاي انا اشتغل في الفرام وول واحفر على عمق عشان اقدر اعمل حوائط واحفر جواه او اعمل البوكس بتاعي. ده مكنه الفريزر، واللي يعني معلش مش منتشره قوي وبدات انتشارها في الفتره اللي فاتت دي كويس عشان شغل الحوائط الفرام وول تحت الارض. ده الكيج او قفص الحديد الخرسانه اللي انا بعد ما بحفر الدفرام وول بقدر انزله واصب بعد كده. ده شكل اول حاجه بحفر بالمكنه على الصوره اللي على اليمين، بنزل الكيج الحديد الصوره اللي في النص، بعد كده بصبه بالخلطات بتاعتي عن طريق المواسير الخرسانه بتنزل تحت العمق لبعض تصميم الدفرام وول. بعد ما انفذ الدفرام وول ببدا بعد كده احفر على منسوب استراكت. الدفرام وول دي عباره عن حوائط فريم فوق، فاكيد بتعمل لاترال لوب جاي لها عاوزه تطبق لجوه، فمحتاج ان انا اعمل لها فيكسيشن عشان اقدر احفر وازود العمق بتاعي، فبعمل حاجه اسمها استراب كاميرات داعمه تسند لي هذه الحوائط عشان اقدر احفر تحت. وانا بعمل ده في الطبيعي ان انا وانا بحفر جنب قناه السويس اكيد في الوتر تيبل بتاعي عندي عامل، فلازم اعمل كنترول على الوتر تيبل ده عشان لما احفر الميه ما تطلعليش. فبعمل اجراء